هو المؤتمر الدولي الأول حول ليبيا، هذا الذي تستعد العاصمة طرابلس لاحتضانه. سبقته مؤتمرات عدة منذ العام 2014، جميعها عقدت في الخارج، لكن المؤتمر ينعقد هذه المرة على الأراضي الليبية. مؤتمر بحضور إقليمي ودولي واسع، تحضره بالخصوص السعودية وقطر والإمارات ومصر وتركيا وروسيا، ويهدف إلى إرساء الاستقرار وإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا ودعم العملية السياسية الأممية وصولا إلى تنظيم الانتخابات المتوقعة نهاية العام الحالي. هذه رسالة على أن فشل كبير جدا في العدوان على العاصمة طرابلس، وأيضا بمشاركة الدول التي كانت داعمة للعدوان العاصمة طرابلس بمشاركتها في هذا الحدث، وهذا الدليل أن هي تسلم بالمسار الديمقراطي والمسار السياسي. مضامين المؤتمر بجوانبها العسكرية والأمنية والاقتصادية هي ما تطمح إليه السلطة التنفيذية عبر وضع الآليات المناسبة للتطبيق الفعلي لمخرجات مؤتمري برلين 1 و2 وقرارات مجلس الأمن، وسط تشكيك في إحداث أي اختراق في خضم حسابات النفوذ والمصالح المسيطرة على المشهد الليبي. جدية المؤتمرين أو المشاركين في هذا المؤتمر في تحقيق استقرار ليبيا من عدمه يتمثل في تنفيذ المخرجات التي ستتمخض عن هذا المؤتمر. انتعاش قطاعي النفط والغاز بوصول مستوى الانتاج إلى نحو 1,300,000 برميل يومياً، وفرص الاستثمار الواعدة لن تغيب عن أذهان ممثلي الدول المشاركة خلال اجتماعات مؤتمر استقرار ليبيا. عشية انعقاد مؤتمر مبادرة دعم استقرار ليبيا، تعول حكومة الوحدة الوطنية على الدعم الإقليمي والدولي لإنجاح مساعيها الرامية إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وإنهاء الأزمة السياسية والأمنية برمتها وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر. عبد الناصر خالد، العربي، طرابلس.